السيد إياد الجراد رئيس نادي ثقافي طول كرم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباحكم طيب أختي وفاء ولجميع مستمعينكم ومشاهدينكم، تحية للقدس وشعبنا الفلسطيني بكل مكان. أهلا وسهلا. الرحمة للشهداء والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا الميامين. يسعد صباحك بكل الخير. يعني سيد إياد، فيما يتعلق وقرار تجميد الرقم 77 من كشوفات نادي ثقافي طول كرم، ما الذي يعنيه مثل هذا القرار، وفي إطار ماذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ يعني أول شيء بدنا نحكي بشكل سريع أختي وفاء، أحمد رغمي شهيد فلسطين، يعني في حضرة الشهداء يعني تسقط كل الكلمات، الشهيد اللي يعني الشهداء الذين أكرم منا جميعا واختصهم ربنا واختارهم يعني من صفوة الخلق، يعني مع الأنبياء والصديقين والشهداء. هذا الفداء الرياضي المقدام علمنا دروس يعني في النضال في ميادين المقاومة والعز والشرف. أختي وفاء يعني تجميد هذا القرار كان يعني تكريما وتخليدا وشرفا عظيما أن يكون في تجميد الرقم 77 باسم الشهيد أحمد دراغمي، تخليد لذكراه كهداف لثقافي طول كرم بعد ارتقائه شهيدا. يعني وهذا من أهم القضايا اللي احنا اتخذناها في قرار يعني الهيئة الإدارية اللي جميعا يعني كانوا يعني لبوا النداء لأخونا أحمد دراغمي، لأنه يعني ما أحد راح يلبس هذا الرقم، هذا رقم يعني خاص طبعا خاصة كيف الشهداء بيضحوا من أجل يعني فلسطين، وهو يعني وفاء واكراما لهذا الشهيد وروحه انه رقم 77 ما حدا يلبسه، وكان في يعني عملنا احنا برواز خاص الكرر له واعطناه الى اهله مع صورته مع يعني شعار الثقافي طول كرم، وهذا اقل شيء احنا نعمله تجاه اخونا احمد اللي يعني بيستحق منا كل الخير وكل الوفاء وكل الاخلاص والوقوف على يعني عطائه اولا يعني في نضال لفلسطين اللي ناضل في جبل النار وفي جنين وفي طور كرم وفي كل مكان. نعم بالتأكيد. يعني إذا أردنا أيضا أن نتحدث ونعود للوراء قليلا، دراغما وغيره من الشهداء الأبطال في عالم الرياضة، يعني هو رياضي، هو وطني، هو أيضا مقبل مثابر، وكنا قد شاهدنا أداؤه في ثقافة طول كرم وبالتأكيد في أدائه الرياضي بشكل عام، ولكن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني حتى في هذه الرياضة التي تحمل رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة طموح وشغف، تصر على استهداف وقتل هذه الرسالة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في أي محفل من المحافل يحاولون دائما أبدا أن يتواجدوا فيه وأن يمثلوا فلسطين، وبذا هي للأسف حتى أنها تطلق ألقاب ووصف غير إنساني وغير أخلاقي على أبناء الشعب الفلسطيني، منهم خاصة الشهداء والرياضيين على وجه التحديد. يعني الرياضة في فلسطين يعني أثبتت جدارتها وهويتها وتجدرها يعني في إظهار القضية الفلسطينية، وخاصة وفاء يعني يكون رفع العلم هذا الرمزية هذا الهوية اللي بعطي طابع أنه فلسطين موجودة وحاضرة في كل مكان. وإحنا شفنا في كأس العالم إحنا كنا الفريق الأول اللي مؤهلين لكأس العالم وكل مباريات يعني اللي كان الافتتاح او النهايه، حتى يعني فوز الارجنتين في كاس العالم، ولكن كان يعني الشهداء وهويه فلسطين والشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه وشهدائنا الرياضيين يعني كامثال اخونا احمد، وبذكر احنا يعني الانطلاقه رحمه الله عليه امين السر الاسبق الدكتور ثابت وطارق القطو اللي بن النادي واحمد ابو سبيل، ويعني القائمه طويله في الرياضيين اللي تم اغتيالهم يعني بطرق بشعة جدا، والرياضة بتحمل كل المعاني المحبة والسلام ويعني القضية الفلسطينية ورساء كل القضايا الوطنية اللي احنا دائما بنعبر عنها في أركان الدولة في إنشاء يعني مؤسساتنا، وهذه مؤسسة عريضة جدا يعني تتمثل في الاتحاد الرياضي وكل ما يعني يشكل هذه الرياضة من أندية رياضية ثقافية اجتماعية ترسخ يعني
نحو أركان دولتنا وعتيد مؤسساتنا العظيمة من هون. يعني فعلا حتى يزعجهم الإسرائيليين هذا الأمر، لأنه احنا يعني نمثل الحالة الهوية التاريخية والحضارية وروايتنا الفلسطينية، وكنا نشوف احنا يعني حتى حاولوا يمنعونا في أكثر من مكان نمثل فلسطين في الرياضة وخاصة يعني في ميونخ، ولكن كانت كلمة المقاومة والثورة الفلسطينية كلمة الفصل. ومن وقتها لحديت الآن نحن في كل محافل الدول اللي يعني بتعقد هذا الأمر الرياضي اللي هي أصلا ناحية إنسانية واجتماعية وكل ما إلى ذلك من كل الشعوب اللي بتحاول تمثل أنفسها بهذا الأمر. نعم. بدي أضيف أنا أمر ثاني، يعني بأصالة عن نفسي أختي وفاء ونيابة عن كل زملائي بالهيئة الإدارية والمدربين والفنيين ورابطة المشجعين وكل محافظة طول كرم، راح يكون في تأبين للشهيد في ذكرى الأربعين إن شاء الله في طول كرم، حضور الأندية الرياضية وأهل طوباس وأهل دراغمة. يعني إن شاء الله رب العالمين راح يكون في يعني بالأيام التخليدة نكون في تأبين عظيم جدا لأخونا أحمد دراغمة، لأنه كان هداف البطولة وهداف ثقافة طول كرم المحترم المؤدب الصلوي المتدين اللي ترك بصمة عظيمة جدا في معرض طول كرم في كل مكان على كل زملائه. وفعلا احنا شفنا انه مش بس شهيد ابن طوباس ولكن ابن نابلس ابن طول كرم ابن فلسطين جميعا اللي كان في تفاعل معه بشكل كبير، وهو يعني يحظى باحترام كبير جدا في كل الاماكن كان علاقته معهم. من هون احنا ان شاء الله الاحد القادم راح يكون في يعني مباراة للثقافة في تصفية الكاس إن شاء الله مع جبل مكبر، إنه إحنا بنتأهل للنهائي، وهذا يعني إحنا هذه مؤسسة عريقة كبيرة يعني تكرم شهدائها بأقل ما فيها، إنه عملنا إحنا تأبين لأخونا أحمد دراغمي وكان يعني أمه كل الناس في محافظة طول كرم الشمال وبالحديث أيضا عن المباردات، يعني ماذا عن اعتماد كذلك ملعب الشهيد جمال غانم بأن يكون الملعب البيتي للعنابي في مباراة الإياب في السادس من الشهر القادم؟ يعني بدي أضيف أنا كمان مسألة بس عشان ما تروح تغيبش من بالي، عقده لأخونا أحمد سيستمر حتى نهاية الموسم، إحنا ملتزمين بكل القضايا يعني، وهذا أكل شيء واجب إنه نلتزم كهيئة إدارية في ثقافة الكلام الاعتماد النادي إن الملعب البيتي هذا في متطلبات إحنا في لجنة الاتحاد شباب الرياضة، وكان في تأهيل للملعب إن شاء الله رب العالمين راح يكون في يعني افتتاحه قريبا، ويكون مبارياتنا البيتية داخل يعني محافظة طول كرم وملعب جمال غانم المؤهل لكل المباريات، مثل ما احنا بلشوا يعني تجريبي لبعض الدرجات انه يكون في مباريات وعقدها من الاتحاد. وفعلا إن شاء الله رب العالمين احنا قريبا جدا راح يكون هذا البيت يعني ويأم كل الجمهور، ويعني تكون فرحة وسعادة للجميع أنه إحنا يعني نلعب في ملعبنا الداخلي. نعم، إجمالا نتمنى لكم كل التوفيق، وأشكرك رئيس نادي ثقافة الكرم السيد إياد الجراد أبو الصامت، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وهذه المداخلة، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي، والمزيد سيكون مع حضراتكم في الصباحات التي اقتربت على